صوب الخير والفورة مجاهد جلال عزيز 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 كان زوج شهداء واحد خاص بيا كان بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. اليوم رانا في زيارة عند أخ مناضل قديم من الأولين فهمتي قبل 54 تاريخ عظيم فهمتني وتاريخ نتاع عائلة كلها العائلة كما دارت كلها عائلة ثورية فهمتني هو نسابه شهداء كاع ضباط جيش تحرير وبروحه ناس يروحها تماما كاع فكرناه ولقيناه على كل حتى مسجل في التاريخ مسجل فهمتني في ليزارشيف تاع الاستعمار مسجل فهمتني من 48 ورواح ورواح هو في المقدمة فهمتني في الحقيقة في النظام تاع الثورة في عائلة بعض الحقيقة فهمتني جماعة اللي كانوا مكلفين بالنظام المنظمة السرية في الحقيقة الروس هذيك فهمتني هنا في عين أربعة اللي كانوا متكلفين بها واحد ثلاثة تاع الناس هما متكلفين وهما اللي كانوا فهمتني متصلين بجماعة حمام بوحجرة طموش الجماعة اللي كان هو معاهم بعدا هذا الحاج بن عودة تاعنا الأخضري فهمتني هو معاه مع الجماعة هذي هو والأخرين جماعة أخرين شهداء طلعوا جبل باش تشاهدوا مساكين فهمتني منها أحمد عزيز منها عيار وعزة منها الأول نتاع هذا الثلاثة كلشي كاع كان واحد طالب مغربي يقول له سي بن عيسى هذا هو اللي كان دار بالنظام تاع يعني ربعة كاع حنا معود صباح مع تامز وغاهد كلشي كاع وهو الأول كي بدا الجيش اللي طلع للجبل من 54 هو الأول هو كان مسؤول باش دخل النظام وهو اللي طلع للجبل الأول وكان قايدنا حيا هذي هنا هو قايدنا عاود استشهد مسكين الله هذه هي دونك الحاج بن عوده هذا مشي هو حتى العائله حق كاع كانوا بالنظام كانوا يخدموا كاع حتى خوه الصغير كاع فهمتي مجاهد علي الاخضر علي فهمت مجاهد حتى خوه الصغير دونك باش تشوف بلي زعما عائله تاع ثوره كيما الاخوان بزاف منهم اللي يخدم هذا كي تجيب لك يقول لك انا خدمت في سبيل الله فهمتني يقول لك انا خدمت في سبيل الله الله غالب فهمتني ما طلبوا لك ورط لا والو هذا كلشي كاع الناس قنعانين هذا كلشي كاع وخدموا لله فهمتني للوطن هاد القضية تاع الحاج بن عودة هذا الحقيقة كيما هكا كيفاش ما نسوش مع الاخوة اللي كانوا معاه فهمتني كاع لقاو الله فهمتني ما ما بقى حتى واحد من الجماعة الأولى هذيك راه باقي هو هذيك فكرناه وزرناه اليوم هذه الزيارة هذه كل شيء باش نحيو معاه فهمتي الوقت فهمتي الماضي والبداية تاع ثورتنا وانا يبان لي بلي الحاج بن عودة تعقل انت شوية تعقل كيفاش بدات هنايا واحد المخاطر وحمد عزيز بسكليتة في الليل تبنى منظمة دوار زناخة لاقادي كراتة تاع الجهة يعني دوار المجاورة تسهر في الليل ندخلوا في الليل هذه الاستعمار ما كانش كاع عارفه يعني كنا نخدموا حاجه سريه ما بين الناس يعني ونخلصوا على الشعب يعني كمشاركه 400